نكمل مع بعض النهارده الريفرس هنخش دوائر الفول ويف. فاول نوع من دوائر الفول ويف هيبقى السنتر تاب او الباي فيس، تمام؟ هو عباره عن ترانسفورمر دي برايمري واثنين سكندز، تمام؟ فاجي هنا اقول لك ده البي اس، وهنا هيبقى على حسب الدوت كونفكشن هنا ده البي اس وهنا ده البي اس. قال لي ده بي برايمري يعني ايه؟ ما اعرفوش، مش شرط يبقى ترانسفيرشن. طيب ايه فكرة بقى كل دوائر الفول ويف؟ فكرتها مبنية على ان انا لو عندي اثنين دايركس او اثنين سيركس متوصلين مع بعض كما انكسر اللي الانود بتاعه مور بوزيتيف وهو اللي هيبقى بالنسبه لدايد واحد. هو كده في كاسو بتاع واحد واثنين في كاسو بتاع واحد واثنين هجي لك كده. في ال واحد بتساوي في اس وفي كاسو واحد بتساوي في اب وفي ال اثنين بتساوي نيجاتيف في اس وفي كاسو اثنين بتساوي في اب. دول متوصلين كومان كاسود صح؟ يبقى اللي الانود بتاعه مور بوزيتيف هو اللي هيبقى نقطة. طيب نمشي جزء جزء في الدايرة. عندي من زيرو لحد باي. دايرة واحد شايف على الانود بتاعه ايه؟ بي اس بوزيتيف. طيب ودايرة اثنين شايف على الانود بتاعه نيجاتيف بي اس نيجاتيف. يبقى مين الانود بتاعه بره؟ دايرة واحد. يبقى دايرة واحد هيشتغل ودايرة اثنين هيبقى اوبن سيركت. ده يعني شورت سيركت. لما يبقى ده شورت سيركت البي اوت بيساوي ايه؟ يس بي اس. يروح ماشي من 0 باي البي اوت معايا بيساوي بي اس، انا شغال معايا ده يبقى. طيب من اول باي لحد 2 باي في انود واحد هو نيجاتيف بي اس بقى بوستيف، في انود اتنين نيجاتيف بي اس بقى بوستيف، في انود واحد بقى بي اس اللي هو بقى نيجاتيف، يبقى ساعتها دايت اثنين اللي هو اللي هيبقى اوت ودايت واحد هيرجع يبقى اوف معايا، ساعتها البي اوت بيساوي نيجاتيف بي اس. اروح ماشي على كلمه النيجاتيف بي اس. يلا يدينا حاجه تمام؟ بعد كده نروح نرسم دي انود كاسو لدايت واحد. فالفي انود كاسو الواحد هيتساوي
في اس ماينس في اوت لما الدايت واحد اوف، صح؟ يبقى انا عندي ثم اون في الفتره من 0 لحد باي في ان التكاثر بتاعته بزيد. طيب بعد كده هيبقى اوف في الفتره من فين؟ من باي لحد 2 باي. ساعتها في ان التكاثر بيساوي في اس ماينس في اوت. طب عندي في اس في اوت بيساوي كام في الفتره دي؟ نيجاتيف في اس. يبقى ساعتها في اس ناقص نيجاتيف في اس يبقى 2 في اس. يبقى هيمشي معاه كيرف اكبر شويه اسمه ال 2 في اس. وساعتها يبقى بيك انفس فولتج 2 بينزل 2 في اس. ده بيك انفس فولتج. طيب ايه تاني ممكن اروح احسب؟ ممكن اروح احسب دي اوتبوت افريج تساوي كام؟ من 1 على 5 صفر باي لازم 2 بي اس ساين سيتا. تعمل التكامل ده هيديك 2 جذر 2. بس هو ليه بيجي يقول ليه بقى الجاب؟ عشان عندي الانود بي بي اس والكاسود بي اوت والفي اوت والطيب واحد اوف بكام؟ بنجيب بي اس. يبقى بي اس ناقص ناقص بي اس يبقى 2 بي اس. فده الفي اوت افريج وده عادي ممكن تحفظها يعني لو مالكش درايف بالفي اوت افريج عادي اقعد بيها. وده اوت افريج تساوي الكلام ده. ده بالنسبة لأول نوع اللي هو السنتر تاني. طيب تاني نوع فول بريدج. هو الماي نوت مش عارف هي نفس بس مالك عليك. يبقى عندك باوندز بسميهم ازاي؟ بسمي ده واحد وده اثنين ده ثلاثه وده اربعه. بناء على ايه؟ بناء ان لو ده السبلاي بتاعي بوست مومنتم فالاول الكرنت هيمشي لو هو بوستيف هيمشي في واحد بعد كده يرجع من اثنين ولو عكس هيمشي من ثلاثه ويرجع من اربعه وعشان كده بتسمى بالتربيع. بعد كده اعرف عن ده الفي اوت بناء على الدلايل طبعا بعد كده اروح احسب بي اس نيجاتيف بي اس. طيب واحد وثلاثه كومان كاسيت يبقى اللي يشتغل فيه مين؟ الانود بتاعه هو بوست. طيب في الفترة من 0 لباي دايت واحد الانود بتاعه شايف في اس ودايت ثلاثة الانود بتاعه شايف نيجاتيف في اس يبقى مين اللي هيبقى اون؟ واحد. وفي الفترة اللي بعدها نيجاتيف في اس عكس بقى بوستيف وفي اس عكس بقى نيجاتيف يبقى دايت ثلاثة اللي هيشتغل. بص على اللي تحت الاثنين دول كمان انود يبقى الكاسل بتاعهم هو نيجاتيف. طيب أربعة واصل على بوستيف في اس واثنين واصل على نيجاتيف في اس. اثنين. الفترة اللي هي من 0 لباي مين الكاسيت بتاعهم نيجاتيف؟ اثنين ولا أربعة؟ اثنين. اثنين. اثنين هيبقى هون. في الفترة الثانية أربعة هيبقى. طيب. بعد كده. في أول فترة عندي واحد واثنين هون. اثنين دول شورت. ده يبقى أوبن سيركت. ساعتها الفي اوت بيساوي ايه؟ اهو لحد هنا هنا كده في اس. الفي اوت هيمشي معايا في اس.
ساعتها دي اوتبوت بيساوي نيجاتيف بس. طيب بعد كده عايزين نروح نرسم البيانو توكاسو عشان ما تلوطش بيانو توكاسو. بشتغلها بطريقه عايز اشتغل بيها عادي مش عايز اشتغل باي طريقه يعني. انا باجي اقول هنا انا هسمي ده بيانو توكاسو واحد وهسمي ده بيانو توكاسو اثنين. وبعد كده هبتدي من اول النقطه دي بص اعمل فيه كبير لحد ما ارجع لنفس النقطه. فامشي كبير ازاي؟ هيبقى عندي في ان بس واحد زائد في اوتبوت زائد في ان بس اثنين ناقص بي اس. كل ده بيساوي معايا زيرو. تمام؟ يبقى عندي بي ان تكاسل واحد زائد بي ان تكاسل اثنين بتساوي بي اس ماينس بي ان. انا هدفي ارسم بي ان تكاسل بتاع الدوري واحد، يبقى عايز اجيب علاقه بين بي ان تكاسل واحد بي ان تكاسل اثنين. طيب بي ان واحد بكام؟ بي اس. بي كاسل واحد بي ان. بي ان الاثنين سالب بي ان. بي كاسل الاثنين نيجاتيف بي اس. يبقى ساعتها بي ان كاسل واحد بتساوي بي اس ناقص بي ان. وبي ان كاسل الاثنين خد في ان ناقص في كاسل يعني نيجاتيف في ان خد ناقص ناقص في اس هتطلع لك معاك في اس ماينس في ان. يبقى من هنا في ان كاسل وكاسل واحد بيساوي في ان كاسل اثنين لان دول بيساووا بعض. يبقى تقدر تكتب ان في ان كاسل واحد بتساوي في اس ماينس في ان على دي. مش لازم تعمل الاثبات ده كله، دي تطلع منك بوريك بس جت منين. يبقى اجي هنا اقول في ان بس واحد ل في اس ماينس في اوتبوت على الاثنين وده طبعا واحد اخر. يبقى في فتره من 0 باي في ان بس واحد بيزيد لان هو من بعد باي في اوتبوت بقى بيساوي نيجاتيف في اس. يبقى في اس ناقص ناقص في اس يبقى يديك ام في اس فوق على الاثنين يبقى يديك في اس. ده كله بقى زي الاثنين. اسال لو حد مش فاهم بس دي كده اخر حاجه. طبعا دي اوت افريج ما اختلفش معايا في حاجه. هو اتنين بي اس ار ام اس ارقام وبيك انفيز فولتج في الحاله دي هو جاز الاثنين بي اس. حد مش فاهم عمال يتعلم. طب بالنسبه لو اثنين او ثلاثه او اثنين نفس ده ثلاثة أو أربعة ناحية دي لأن هم أوف في الفترة دي وأون في الفترة دي بس بالظبط. يعني واحد واثنين نفس ده بالظبط ثلاثة أربعة يبقى في نفس الناحية. خش على ده الدايره عندنا اللي هي الار ال. اتفقنا بنرسم بي اس ناقص بي اس. طيب دوائر الار ال كنا بنشتغل ان احنا الاول بنرسم الار اصلا. طيب
بقى منهم اللي هي زيرو بار، فساعتها الله يوفق هيطلع من اول هنا المفروض عايز يروح ينزل عند بي. يعني في العادي كنا بنرسمه كده ان هو يروح بينزل عند بي صح؟ طب ايه اللي كان بيخليه ينزل عند بيتا وما يخليهوش يكمل؟ اللي بيخليه ينزل عند بيتا وما يخليهوش يكمل ان انا دايت كان بيبقى عندي دايت واحد بس بالظبط، الدايره كانت بتفصل، فالدايت ده عايز يبقى اوبن سيركل، فالاندكتور ده بيخليه شغال شويه. طيب هنا ايه المختلف؟ المختلف هنا ان انا الدايره عندي بعد باي مش بتفصل، لا انا عندي دايت 3 ودايت 4 بيرجعوا يشتغلوا معايا تاني، فبيدي بوزيتيف فولتج على الاوتبوت، بيدي مسار للاندكتور انه يكمل الكارنت بتاعه، فبتلاقي ان الاندكتور بيجي عايز ينزل بعد الباي يقوم طالع شاحن معاك تاني ويقعد ينزل مع كل التون باي وعايز يشحن تاني، فالاندكتور كارنت رجع بقى كونتينوس. ما بينزلش للصفر تاني يعني؟ لا دوري الار ال حتى تشوفوها في المعمل، مش عارف خدت المعمل لسه. الار ال هيبتدي معاك يبقى كونتينوس فول بريدج، عمره ما يرجع للصفر تاني. ده في حاله كلام كنترول. طيب فهنا الهاي اوتبوت معرفش ان انا اروح اكتبها هاي ترانزيت زائد اي سي دي سي، مش عارف احسب منها حاجه. ليه؟ لان اولا الكرنت بقى كونتينوس، فساعتها انا ما عنديش باوندري كونديشنز، يعني ما عنديش حته ما اعرفش هنا الكرنت بيساوي كام ولا هنا، فما اقدرش احسب الاكسبريشن ده. ثانيا الكرنت وصل للسيدي ستيت، فانا عندي من اول الفتره هنا بقى كله سيدي ستيت مش رانج، فحلها ايه؟ حلها ان البتور تقول خلاص انا عندي سورس اديني بيه اوتبوت بالمنظر ده محطوط على ار ال، حاجه بالمنظر ده، فساعتها اروح اجيب فريق السورس بتاعي اللي هو في اوتبوت بيساوي في افريج زائد سمشن من في ان كوزاين ان سيتا زائد في ان ساين ان سيتا. بعد ما تكسب الكلام ده تقعد تحسب بقى تجيب الكرنت تجيب كل واحد بيساوي في اوتبوت على الزد، تقعد تحسب بقى كل واحد. تمام؟ ما عليكش انك تعمل ده، ولو جاب لك في الامتحان ار ان كونتينوس ساعتها هيديك الاكسبريشن كامل تعوض فيه. يعني انت لو تروح تعمل فرير ولا حاجه ده هيديك اكسبريشن مثلا في ترمز اوف ال اللي هي الهارمونيك اوردر، وانت ترجع تعوض بقى تجيب الاي اوتبوت، ساعتها الاي اوتبوت افريج هو بيساوي البي اوتبوت افريج على الار، دي سهله تتحسب. الاي اوتبوت ار ام اس هو مجموع الهارمونيكس اوتبوت سكوير زائد اي واحد سكوير كل ما انت مش هيبقى مديك يعني جيفن انك معادله انك تعوض فيها يعني، بس ما عليكش انك تثبتها. تمام؟ واخر حاجه البي ان توكاسيت هو نفسه ما فرقش معايا اي حاجه، لو انا رسمته على واحد حد هنا حد مش واضحه معاه حاجه؟ تمام؟ خليها ايه ده هو مكمل كونتينوس ولا ايه؟ كونتينوس بيبقى عامل ازاي؟ كونتينوس زي حالة كونتينوس
شيء بيقول لك انا عندي سنتر تايب ترانسفورمر كنترول واصل على ار اي نوت والسنتر تايب ترانسفورمر سبلاي ب 100 فولت سبلاي تمام. هنا هو مش بيديك تيرمز ريشيو لان الحاله هيبقى مش جايلك، فانا افترضت ان التيرمز ريشيو 2 ل 1 ل 1 انا افترضتها كده، هو ما كانش قايلها لك في المسافه. هنا 100 تنزل لك ل 50 وهنا تنزل لك ل 50 ايه؟ ده كنترول ده. طيب حدد اتجاه الفي ار وده الفي ار في البدايه. وانا عندي ده الاي ار في البدايه. بعد كده قال لك انا عندي الالفا ب 60 وعايز ارسم الفي ار والاي ار في ان كاباسيتي واحسب الباور فاكتور بتاعي. طيب اول حاجه عايزين نرسم بي ار دي بقى واحد بي اس نوتت نيجاتيف بي اس نوتت. بعد كده انا عندي هنا اي نوت يبقى عايز اروح ارسم كمان الاي بتاعتي نوت يعني 49. بعد كده دلوقتي انا مديني الفا ب 60 وانا عارف ان الدلتا بتاعتي لو رحت حسبتها ساين انفرس 49 على 50 ناس 2 ده بالنسبه يعني ده الواحد وده الاثنين نفس القصه مش فاكر. فهتلاقي ان هي هتطلع معاك 0.765 ريت والالفا بتاعتك بالريد طلع ب 1.047 يبقى الالفا بتاعتك اكبر من كده. فاقول لك خلاص ان الالفا بتاعتك دي الالفا ودي بوي زائد الفا وساعتها دي بوي ناقص دلتا ودي 2 بوي ناقص دلتا. قبل ما ادي الالفا الفي اوتبوت بيساوي ايه؟ اي. بعد كده اديت الفا دايد واحد ودايد اثنين سلسل واحد سلسل اثنين كومن كاسود يبقى الالوب بتاعه هو بوزيتيف. هتلاقي الالوب ده واصل على البي اس والالوب ده واصل على نيجاتيف بي اس يبقى سلسل واحد هو اللي هيشتغل معايا ويفضل شغال معايا لحد بوينت ناس دلتا اللي هي ساعتها يبقى في انود بس واحد ينزل يبقى بالنيجاتيف يبقى يدفع يبقى في اوتبوت يرجع تاني يساوي اي. بعد كده لحد ما اوصل لباي زائد الفا ادي الالفا التانية واروح ابص الاقي ان انا في انود بتاع واحد بقى بوت بتاع اتنين بقى بوستيف بتاع واحد بقى نيجاتيف اهو يبقى ساعتها الاثنين اللي هيشتغل معايا والفي اوتبوت بيساوي نيجاتيف بيس. فده اول حاجه كيرف الفي اوتبوت. ولا يأكل هي بتساوي نازل 2 بي اس ساين ثيتا ناقص 49 على الار بتاعتي اللي هي 2 يعني هو نفس الكيرف ده بس نازل لتحت بمقدار اي على ار والبيك بتاعته جاز 2 بي اس على ار. فدي انود واحد بتساوي معايا 50 جذر 2
وبيس الانسان اللي بس مش عارف. وفي كاس الواحد بتساوي معايا في اوت. وانا هنا عندي كذا انتر يبقى نقسمهم انتر بان انتر. كاول فتره الفي اوت بتساوي ايه؟ يا باشمهندسين الفتره اللي هي من 0 لحد الفا الفي اوت بتساوي 49 فولت. 49 فولت اي صح؟ يبقى ساعتها الفي ان اوت بس هو في اس ناقص اي يبقى هو رايح راسم هنا اي وارسم بي اس ناقص اي انزل بس للدلتا عشان نوضح الرسمه اكتر. يبقى يمشي معايا كده لحد الدلتا ويطلع جزء البوستر بعد كده لاين واحد اشتغل يبقى ينزل معايا لزيرو لحد فاينلايز دلتا. بعد فاينلايز دلتا البي اب رجع تاني معايا بقى اي يبقى ساعتها يكمل معايا الكيرف بي اس ناقص دي اللي هو الكيرف ده لحد ما اوصل للنقطه اللي بعدها اللي هي ساعتها ايه؟ باي زائد الفا. في اوتبوت بقى بيساوي ايه؟ نيجاتيف في اس صح؟ الجزء ده في اوتبوت بيساوي نيجاتيف في اس وانا عندي في اس يبقى في اس ناقص ناقص في اس يبقى يديك 2 في اس يبقى يجي ده يقوم عامل زي جامب كده ورايح ل 2 في اس لحد ما توصل للنقطه بتاعتك ل 2 بوينتس دلتا. ساعتها الفي اوتبوت بيرجع اسمه ايه ده؟ اي يبقى ساعتها الفي ان كوفاسيونت يبقى في اس ناقص وده الفي كيرفز فولتج اللي هو 2 جاز 2 في اس. بس وقت ان هو فين؟ كل كسر واحد بيساوي بي اس ناقص في اوت. ساعتها في اوت بيساوي اي يبقى يساوي مع البي اس ناقص اي صح؟ عايز اروح ارسم الكيرف ده اجي هنا اعمل لك ناقص اي كم نزلت ناقص اي وارسم كده كيرف دوت. الفتره اللي هو لحد ما اوصل لالفا انا ماشي عليه بي اس ناقص دي لحد النقطه دي. من اول الفا لباي ناقص دلتا الفي اوتبوت بقى بيساوي في اس صح؟ يبقى في اس ناقص بي اس يبقى في انا بتكسر بزيرو. يبقى في الفتره دي انزل من هنا زيرو لحد النقطه دي خمسة عجوز زيادة مش هنعمل. طيب بعد كده سيتا باي زائد دلتا باي زائد دلتا في اوتبوت رجع الاي صح؟ الفترة دي في اوتبوت بيساوي اي يبقى في انا بتكسر هو في اس ناقص اي يبقى ارجع اقوم مكمل على الكيرف بتاعي. طبعا اللي فيه يتحط باي زائد دلتا يتحط باي زائد دلتا ارجع اقول مكمل معايا بس لحد فين؟ لحد باي زائد دلتا
أول ما أوصل باي زي الألفا ساعتها في أوكي كان بيساوي إيه؟ نيجاتيف في إس الكيرف اللي تحت ده هو النيجاتيف في إس المفروض هو في إس ده على نيجاتيف في إس يبقى في إس ناقص نيجاتيف في إس يبقى يديك 2 في إس صح؟ يجي هنا خلاص انا وصلت للنقطة دي عايز اتحرك على الكيرف اكبر شوية هو ال 2 في إس بعد كده من بعد 2 باي ناقص تلتا انا رجعت تاني للاي يبقى ارجع تاني اقوم متقل على كيرف الاي تاني في الاخر ده ايه شكل كيرف تاني يبقى انا البي كيرف فولتج بتاعتي بتساوي 2 جذر 2 بي اكس بدون اي تمام؟ وصلت؟ هو يعني هيبدا بس تاني بقى ال ارجع هنا للاي يكمل بقى من الاول هنا تاني هو هنا ده في اس ناقص دي يرجع يكمل بقى في اس ناقص دي لحد الالفا اللي بعدها وهكذا هو دي نفس الحاجه طيب شغال اون مميز الالفا والبالتا يكون بعد الدلتا ولا اه بس هيسوا الاثنين وزي اون وزي الدفع على الف اليافي انا برسم على واحد يعني بس واحد بس هيسوا عندي اثنين فبرسم الواحد منهم اثنين هي العكس دي دلتا هي الثاني عكس اعمله ميرور يعني عندي بيتول ناس الاي اس ار ام اس
مش هو عنده الاي سبلاي هو نفسه لا ياخد صح؟ مش هيبقى عندي سبلاي غير فوق عندها ياخد يبقى الاي سبلاي ارمس هو نفسه لا ياخد ارمس اللي هو كان طالع معاك ب 5.521 بس خد بالك ان ده على السكن محتاج ترجعه تاني على البرايم يبقى محتاج تضرب في التيرنز ريشيو يبقى الاي برايم ار ام اس الاي دي مش كان بيطرح الاي واحد من هاي كان حسيت جدا ان هي كان بيطرح الاي اللي هي في دايد واحد بس اي دايد اتنين يجيب لك اي 2 اللي هي بتديك بعد كده الاي 1 اللي هي سبلاي مش الاي اوت يعني الاي اوت ما كانش بيمثل لي الاي اللي بيروح له همشي في الكلام اللي انت بتقوله عشان اجمعه بس تمام كنا عشان نجيب الاي 2 كتوتا اللي هو بيدينا اللي هو اللي ممكن اعمله ريفيرنج نجيب منه اي برايمري كنا بنعمل ايه اي 2 بس اي 1 اللي هو اي دايد 2 اي 2 بس اي 1 او اي 1 بس اي 2 ده اي 1 كان اي دايد ده بتاخد من ده حلو كنا بنطرحهم من بعض ده انا فاكره يعني اي 1 بس انت شغال ازاي شو هو ده اللي شغال في السايرس الواحد صح يبقى ده اي 1 وده جي واي 2 مش تفهم في الارض نصف يعني ده ده المفروض صح هتطرح ده بعد يديك واحد ليه بيبقى تبص اللي هو الاي اوت ارمس مش تفهم في الارض نصف طيب بقى في الاخر تحسب الباور فاكتور بتاعك هيطلع 0.82 وتلاقي ان هو بيتحسن معاك لحد الفول بريدج على الارض في سنس دانس طيب مسألة رقم 6 بيديك فول بريدج كنترول تحسبي الار طيب في حال الدوائر الار اي دول الار فمينيم بتاعهم بكام ممكن اديها للسيركت عشان اعمل فايرنج في حالة ار اي لازم تكون عارف اكبر من دلتا دلتا يبقى اقل الفا اللي بيشتغل عندها هي دلتا فساعتها الالفا مينيمم عندي وساين انفرس 12 على 70 جذر 2 تطلع معاك موبايل تمام؟ بعد كده هو قال لك عايز يحسب الار فتقول اي افريج تساوي 1 على باي ده كام؟ الفا لحد باي ناقص دلتا نفس الشكل ده تمام؟ دول الفا اللي هي الدلتا مش مشكله؟ مش عارفين نركز
صوت الشباب حتى عشان ايه؟ عشان التصوير يعني، لان في ناس ما بتحضرش. منتج دي حاجه تساوي 70 جذر 2 ساين ثيتا ماينس دي على ار. كل ده بيساوي 10 امبير اللي هو مداني. اقدر اروح احسب الار اللي هي 5.148. طيب ده كان اول مطلوب. تاني مطلوب بيقول لك ايه؟ عايزك تحسب الالفا اللي تخليني لاي اوتبوت ب 5 امبير عند نفس الار. طيب فساعتها اروح اكتب 5 تساوي تكامل 1 على باي من اول الفا حط باي ناقص دلتا سبعين جذر 2 ساين ثيتا ناقص 12 على قيمة العضو اللي عندي دي ثيتا. هنا ما اقدرش اعمل التكامل ده كالكليتر، لازم اروح احسبه بايدي عشان انا محتاج الفا. فهتعمل التكامل ده يطلع في الاخر يعني بعد ما تعوض وكده هيطلع معاك لا 12 الف. حلها اتريتف وتحط انيشال كونديشن بس تحط دلتا ماشي باي على 2 ماشي. انا عامل باي على 2 وبالصدفه الالفا هنا في الحاله دي يعني مش شرط طلع معايا باي. ممكن حد كان يجيبها بالنص ازاي؟ مش انا عندي الكرنت كان 10 امبير ما كانش عندي الفا صح؟ كان الافرج بتاع ده كله 10 امبير. طيب انا عايز احط الفا تخلي لي ده بالنص تنزل لي الكرنت معايا للنص يبقى ساعتها ايه؟ محتاج الفا تقسم لي ده للنص. طب ايه النص بين ده وده؟ هو باي ناقص دلتا زائد دلتا على الاثنين اللي هو هيبقى عندك باي على الاثنين صح؟ يبقى كان ممكن تجيبها بالنظر في الحاله دي بس مش في كل الحالات انك هنا ده ينزل لك ده للنص وينزل لك ده للنص. تمام؟ حاجة أخيرة؟ لو قال لك ديزاين سيريستو أو احسب الريتنج بتاع السيريستو الدايت احنا كنا متفقين نجيب فيك انفرس فولتج وارمس. طب هنا هنجيب ايه؟ هنجيب برضه فيك انفرس فولتج وهجيب الاي ار ام اس عند الفا مني. فلو عندي ار لود الفا مني بزيرو ار اي لود الالفا مينيوم بجد تمام؟ يبقى ريتنج السيريستور بيختلف معايا ان انا لازم اجيبها على الالفا مينيوم لان ده رينج تشغيل الالفا لازم اجيبها على الورست كيس. تمام؟ حد هنا حد عنده مشكله؟
حد ستة ستة حد ستة سبعة سيمي كنترول. هو ستة طب جد انتوا الدكتور قال لي انتوا عمال السنة بتاعتكم 60 درجة 60 درجة يبقى جوايا يبقى ايه؟ 62 انا قلت له والله كتير بيقولوا كتير قوي يعني هيبقى جوايا ايه معامل؟ درجات معامل ودرجات وكويزز هيبقى في امتحان شفوي؟ نعم امتحان شفوي هيبقى على كله يعني هو كان الحل ايه يا بروجكت امتحان شفوي اختار امتحان شفوي لا عايزكم فيه اه جروبات بدل ما نتعلم من كل واحد واحد نتعلم 5 6 10 مع بعض خش في الانجاز كله على 10 دقايق كده لكن البروجكت ده لا لما تجرب وتشغل وترجع تاني ده يعني البروجكت كان بينزل دايما فايرنج سيركت فايرنج سيركت دي هلس ما بتشتغلش اصلا فعشان تقعد تروح وتشغلها وتيجي الموضوع متعب سيميليشن لا سيميليشن دي كانت فلتة كده السنه دي واتندنس قال لي هيبتدي ياخد اتندنس وقال لي انا ابتدي اخد اتندنس دي كلها 60 درجه ايه؟ انا رايح هو قال لي بياخد المفروض ما ياخدش يبقى هيبتدي ياخد لان هو قال لي خد اتندنس لا لا من المره الجايه ايه؟ النهارده حرام هو انت حضرتك عشان الاتندنس ما باخدش اي ما باخدش بس دي الدرجات ما اعرفش هو هيقسمها ازاي ما اعرفش العشرة. انا صحاوه من 10 ما اعرفش هو كنت كده ها هاي بقى واحد على الدرك فاز واحد على دي سي دي سي الدرك فاز ده ميتر دي سي لما ما يخلص او في نص يعني حسب ماشي هو في العادي 20 عادي في العادي ما اعرفش حالة 60 او سنه جايبه كام بصراحه كان قبل كده اه بيقدم 60 50 اه هي دفعه من الترم 30 درجه 30 درجه كتير عم تحكي عايز بتخيل 10 درجات بتاعت المعمل ايه؟ 10 درجات بتاعت المعمل هي اللي صغيره ممكن يعني ممكن في الاخر اصل هو في الاخر بيبقى عايز يظبط درجات فممكن يلاقي مثلا درجات في المعمل كويسه فيخلي ويت المعمل اعلى يعني هي كويس قليل ولا في الاخر هيظبط على حسب الاعمال السنه بالظبط فعشان كده ما بيقولش من الاول كل حاجه عليها ايه وبيشوف ايه احسن حاجات يقدر يظبطها عندي دايره ار ال اي كنترول تمام فانا الطبيعي ان انا يبقى عندي قبل الاي مفيش اي كارنت ماشي وبعد كده اروح ادي الفا في مكان ما اول ما ادي الفا ساعتها مين اللي هيشتغل سيرستر واحد واثنين فساعتها يمشي عندي كارنت اي او كده هيفضل ماشي معايا لحد امتى؟ لحد ما ادي الالفا اللي بعدها اللي هي باي زائد الفا طيب هل في حاجه تضمن لي
الكرنت يكمل كونتينوس يعني يروح كده، ممكن يجي عند نقطة قبل الباي زائد الفا ينزل معايا لبيتا، بعد كده دي الباي زائد الفا بعدها يكمل معايا، يبقى كده بيطلع لي حالتين. اول حالة، اول حالة ان هو شغال كونتينوس ده عندي بيتا الفا، لو البيتا الفا من باي زائد الفا تمام. او يشتغل معايا ديسكونتينوس لو بيتا اقل من باي زائد الفا. كل حاجه طبعا ليها رسوماتها، فناخد حاله حاله. اول حاجه نشتغل على الكونتينوس، ففي حاله الكونتينوس هيجي معايا عايز ينزل لحد ما اوصل لباي زائد الفا، يبتدي يزيد تاني ويقعد مكمل معايا كده. وعاده في الدوائر انا اظن في المحاضرات بيعملها كده، بنقسم على الستيدي ستيت، بمعنى ان هو خلاص هيكمل كده الستيدي ستيت، يبقى اروح اعدل الجزء اللي في الاول يبقى هو الستيدي ستيت. طيب وانا هنا عندي ده هيشتغل امتى عند الف؟ يبقى الفي اوتبوت هيشتغل معايا سيرست واحد واثنين، يفضل مكمل معايا لحد باي زائد الفا، ساعتها سيرست 3 و 4 يشتغلوا معايا ويفضل ده مكمل معايا كده لحد 2 باي، ويرجع بعد ال 2 باي يكمل معايا في النيجاتيف كده تاني لحد ما يوصل معايا الالفا مره ثانيه. يبقى انا هنا في الفتره دي شغال معايا 1 و 2 لحد باي زائد الفا، تمام 1 و 2 اول الفا لحد باي زائد الفا، وبعد كده 3 و 4 في الفترة من باي زائد الفا لحد 2 باي زائد الفا اللي هي الفا في دقيقة، ويفضل بقى مكمل معاك كده بالشكل ده ستيدي ستيت. تمام؟ بمسح الحاجات الزيادة دي عشان بس نكون واضحة. يبقى هنا في حالة الكونتينوس وجود الاي مش مؤثر معايا في أي حاجة. بعد كده عايز اروح ارسم البيانو توكاسوت. ففي الفوت بريدج بيانو توكاسوت اثبتها معاك انها بتساوي بي اس ناقص بي اوتبوت على الاثنين. طيب واحد قوم في الفترة من الفا لحد باي زائد الفا، يبقى هو هنا في الفترة دي هيبقى زيرو. طيب وغير كده في الفترة اللي هي من هنا لحد الفا في اوتبوت بيساوي عندي ايه؟ نيجاتيف في اس، ده نيجاتيف في اس، ده في اس، وده نيجاتيف في اس. يبقى انا عندي عوض، يبقى عندي في ام توكاسوت واحد في اس ناقص ناقص في اس على الاثنين يديك في الاخر في اس. يبقى اجي هنا في الفتره دي ارسم الاول في اس يبقى عندي في الفتره دي شغال على في اس لحد ما اوصل للالفا اللي هو بيترن اوف، بيترن اوف فيها ينزل معايا للزيرو، يشتغل معايا للزيرو لحد ما اوصل لباي زائد الفا يترن اوف تاني، يرجع يكمل معايا ايه؟ على الاكس. تمام؟ ده اللي كان بيقول في حالة الكونتينوس.
حد مش واضحه معايا في حاله الكونتينوس؟ خش على الحاله الثانيه اللي هي الخمس شويه في الراس، حاله الديسكونتينوس. حاله الديسكونتينوس ارسم برضه البي اس. دي فاي ناقص دلتا رجع يشتغل معاك تاني الاول باي زائد الفا لحد جي بيتا معايا وبعدين يجي نرسم ننزل تمام بيتا نيجي نشوف شكل الفي اوت. الفي اوت معايا من الدايره دي لحد الفا هو بتساوي اي، لسه ما شغلتش حاجه. اول ما وصلت لاي الفي اوت بقى بيساوي ايه؟ بي اس. يفضل شغال معايا على البي اس بس ما تنسوش المتعوضه لحد ما اوصل لبيتا. وصلت لبيتا الكرنت نزل للزيرو رجعت تاني لاي واقعد مكمل على الاي لحد ما اوصل لباي زائد دلتا لباي زائد الفا واكمل لحد ما اوصل للانجل اللي هي الجديده معايا ويرجع تاني معايا للاي يكمل معايا كده بالنظر. نمسح معايا في زياده بيساوي اي بعد كده صار يسطر واحد مش نايم يشتغل فبقى بيساوي بي اس لحد ما وصلت البيتا الكارت نزل لزيرو رجع تاني على الاي لحد ما صار يسطر 3 و4 اشتغلوا بقى بيساوي نيجاتيف بي اس كمل معايا لحد الجاما دي لحد ما رجع تاني للاي تمام. طيب بعد كده عايز اروح ارسم الفي ان توكاسو. الفي ان توكاسو 1 بيساوي بي اس ماينس في اوت على الاثنين كل فتره من دول. ففي اول فتره من زيرو لحد الفا الفي اوت بيساوي اي يبقى ساعتها الفي ان بوتاسيوم بتساوي بي اس ناقص اي على الاثنين. يبقى محتاج اروح ارسم كيرف اسمه بي اس ناقص اي على الاثنين. اي شكل
اول فتره هو بيساوي بي اس ناقص اي على 2 يفضل مكمل معايا لحد الفا بي اس ناقص اي على 2 بعد كده من اول الفا لحد بيتا بي ان تكاسل واحد بيساوي 0 وهو شغال يبقى ايه الفتره دي ينزل لزيرو لحد ما اوصل لبيتا بعد كده وصلت لبيتا بي اوتبوت رجع تاني معايا ل اي فالبي ان تكاسل بقى بيساوي بي اس ناقص اي على 2 هينزل معايا كده يفضل مكمل معايا بي اس ناقص اي على 2 لحد فاي زائد الفا واول ما اوصل لفاي زائد الفا البي اوتبوت بقى عندي كام؟ ها؟ Negative VS. Negative VS. VS, not small VS, in VS. You are in VS, I'm in. Lev VS. You can say that Harvard Makeda, I'm a Nocta, we can do this with VS. We have the mesh mark, I'm VS. The hard to Matoson, the gum. بعد جاما يبتدي يتحرك معاك على الكيرف اللي هو من في اس ناقص دي على دي معلش يا باشمهندس ايوه اخر حته دي مش المفروض الحته اللي كانت قبلها كانت في اس ناقص دي اني واحده الحته اللي قبل اخر حته على طول دي ولا دي اللي هي لحد اني فتره اني لحد قبل باي على لحد باي الف قبل باي زائد الف دي اه الحته دي كانت في اس ناقص دي صح؟ في اس ناقص دي على الاثنين تمام وبعد كده بقت في اس ناقص في اس في اس بس في اس بس عمل بالظبط في اس تطلع لفوق مش تطلع ليه تطلع لفوق؟ طب بقول لك كيرف اسمه في اس ناقص على الاثنين يتحرك لكيرف اسمه في اس اه يبقى مين البيك بتاعته اكبر في اس؟ اه تشكك تاني لا بس عادي يعني الراجل بيتاكد بس طبعا عشان برضه كده الرسم مش مظبوط هتلاقي في الورق هو بيديك كيرفات انت تقعد تقل عليها تلاقي الدنيا اوضح شويه تمام؟ في الاخر بيك امبرز فولتج هو جذر 2 فيكس طيب طريقه الحل ازاي؟ مش هنا انا اقدر اكتب ان الاي اوف سيتا هنا ديسكونتينوس اقدر اكتب الاي اوف سيتا هو بيساوي اي ستيدي ستيت اوف سيتا زائد اي ترانزيت اوف سيتا والاي ستيدي ستيت هو بيساوي دي ماكسيم على ماجنتيود الزد ساين سيتا ناقص فاي ناقص سي على ار والاي ترانزيت بتساوي اف اي بار نيجاتيف سيتا على اوميجا تاو بعد كده اعمل ايه؟ اروح احسب البيتا بعد كده تشيك بالبيتا هل هي اكبر من باي زائد الفا ولا بيتا اقل من باي زائد الفا لو طلعت اكبر من يبقى انت كونتينوس يبقى انت الاسامشن اللي انت عامله اللي انت شغال ديسكونتينوس غلط ولو طلعت اقل يبقى انت ديسكونتينوس صح يبقى الحل اول حاجه اسيوم ديسكونتينوس افترض انك شغال ديسكونتينوس ثاني حاجه اي سيتا بتساوي اي سي بي سي في سيتا زائد اي ترانزيت في سيتا بعد كده جيت بيتا مش المفروض في اي ستريس ستيت ايه؟ بتاعت ايه؟ اني واحد عشان عندي اثنين اي ستريس ستيت واحد بتاع اي سي سي انا هكتبه لك اهو كده دي اهو تمام بعد كده بيتا اكبر من فاي زائد الفا يبقى انت كده كونتينوس يبقى الاسامشن غلط لو البيتا اقل من واي زائد الفا يبقى انت صح وهو شغال ديسكونتينوس تمام اخر كيس اللي هي كيس 3 لما بيقول لك ايه ان اللود بتاعك هايلي اندكتيف لود او ان الكرنت بتاعك ليه
ليفل. ساعتها هي كونتينوس مش محتاج تروح تعمل تشيك على اي حاجه. وكمان الاي اوتبوت بتاع كونست فاليو معين. فاللي هيفرق معاك انك الاي اوتبوت مش هو حاجه كده سيست، لا هي بيقول لك كونستنت وشغال وهيديك الفاليو بتاعه اشتغل زي ما هو. تمام؟ يبقى هو عندك ثلاث حالات، يا اما ديسكونتينوس يا اما كونتينوس يا اما كونتينوس وهي اندكتيف او ليفل. ساعتها الغرض بتاعك بتشتغل بيه كده على طول فكانه دي سي عنده. تمام؟ حد عنده مشكله؟ لسه؟ في الحاله دي كده لو برضه طلب الاي طلب الاي برضه هيبقى الاي او الاي لو طلب ايه؟ الاي طيب الاي بي الاي بي الاي بتاعت سورس ايه؟ برضه لازم تعملها في ايه؟ لا هيديك الاكسبريشن. الورق اللي انا مصوره انا هرجع اصوره تاني لان كان في حاجه بس عند بتاع بس انا هصوره وابعته دلوقتي الحاسب. ده ما كانش موجود. ايه اللي ما كانش موجود؟ الكلام ده لا موجود. شاومي اللي بعته ورق عمر زكريا اللي بعته؟ ايوه المفروض هو بعته لي. هتلاقي كده في سيكشن 3 وفي اول فريز ده اللي هو انا طرحته ده اول صفحه.